بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أيها الأحباب الكرام، آداب عيد الأضحى. سنن قبل يوم العيد. ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم بعض السنن والآداب التي تستحب قبل يوم العيد، فهي تهيئة للمسلم وللمجتمع ليوم العيد. ومن هذه السنن والآداب ما يأتي: ألا يقص من أراد الأضحية شيئا من شعره أو أظافره، وذلك إذا بدأ شهر ذي الحجة، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. كذلك التكبير المطلق، وهو الذي يكون بعد ثبوت هلال شهر ذي الحجة إلى مغيب شمس آخر أيام التشريق 3 بعد العيد. ويكون التكبير في الأسواق والشوارع وفي كل مكان يصلح لذلك. كذلك صوم يوم عرفة لفضله العظيم، صيام يوم عرفة أحتسب على الله، قال صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، وصيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. سنن في يوم العيد. إن العيد الأضحى مجموعة من السنن التي يستحب الحرص عليها، ومنها ما يأتي: أن لا يأكل المسلم شيئا حتى يرجع من صلاة عيد الأضحى، أن يصلي صلاة العيد في الساحات خارج المسجد، أن يبكر المسلم في الحضور إلى مصلى العيد، أن يذهب إلى المصلى ماشيا لا راكبا إن استطاع، أن يلبس المسلم أحسن الثياب ويتطيب بأجمل العطور والطيب إكراما لاجتماع المسلمين في يوم العيد، مخالفة الطريق في الذهاب إلى صلاة العيد والعودة منها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، وتعني مخالفة الطريق أن يذهب من طريق ويعود من آخر لكي يشهد له، أن يلبس المسلم أحسن الثياب ويتطيب بأجمل العطور والطيب إكراما لاجتماع المسلمين في يوم العيد، مخالفة الطريق في الذهاب إلى صلاة العيد والعودة منها. الأضحية، وهي من أهم ما يقوم به المسلم في يوم الأضحية، وهي من سنن العيد المؤكدة. التكبير، وهو مأخوذ من قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، ويسن التكبير في أول يوم العيد وما بعده، أي في 3 أيام من أيام التشريق، ويقول المسلم فيها: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. كذلك التوسعة على الأهل من غير تبذير. من آداب يوم العيد أن يشعر المسلم أهله بالسرور والفرح، ويكون ذلك بزيادة النفقة عليهم في المأكل والمشرب والملبس والحلوى، وفي ذلك تمييز للمناسبة الدينية وهي يوم عيد الأضحى عن باقي أيام السنة. إظهار الفرح والسرور، يكون إظهار الفرح والسرور بإظهار الفرح والمحبة والود والتلطف للأهل، فيشعر المسلم أهله بالرحمة في هذا اليوم. والعيد يوم لإظهار الفرح والسرور ولتعظيم شعائر الله تعالى، لذا على المسلم أن يحرص على أن لا يكون سببا في نشر الحزن، أو أن يتخذ من العيد وسيلة لإثارة الخصومات عند اجتماع العائلة. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة، وأن يتقبل منكم صالح الأعمال، منا ومنكم صالح الأعمال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.